نعرفوا كيفاش كانت العلاقة ديال النبي وطريق وأنا شدت عليها. شفت كيفاش كانت علاقتكم وكنتوا موسيقيين بكل ما تحمله المعنى الكلمة من معنى. أنا نرجع معك ونقول لك طريق هلال شنو زاد في المسار ديال النبيلة وشنو ممكن تقول ليه اليوم؟ زادني كل شيء صراحة. ديجا لو ديجا لو فيت انني لقيت واحد بلاتي ندير واحد الموسيقى ديالو ديجا لو فيت انني لقيت واحد الشخص اللي تنتقاسم معاه لا ميم باسيون واللي ما دايرليش مشكل في حياتي ديال لا ما تعاملش مع هذا الملحن ما تعاملش مع هذا الموسيقي فالحمد لله لا كونفيونس غانمه ما بيناتنا وهذا تنظن هو اهم حاجه كاينه قبل ما نهضروا على التكامل الموسيقي ديالنا دونك ملي تنجيو للموسيقى هو زادني شي حاجة يمكن حيت كيخدم مع الزوجة ديالو فتمنت يعطيني كل ما عنده وأنا عاوتاني في الانتربريتاسيون ديالي ديال لي مورسو ديالو تنظن تنعطي شي حاجة تزيديهم جمالا لا ماشي على جمالا تنعطي أكثر من اللي تنعطي يمكن في الميلودي ديال حيت كنعرف أن هذيك تصاوبت باغامور تصاوبت باش أنا نغنيها دونك سا مو توش فريمون والحمد لله فخوره بالتعامل ديالي مع الزوج ديالي وتنقول له اللي عليه خطك عليا وتنتمنى ان شاء الله ديما نبقاو ماشيين في سور لا ميم لونغور دوند ان شاء الله نبقاو ديما متفاهمين في الموسيقى واخا مره ضروري نقرو في الموسيقى تنكون انا ما متفقاش على شي حاجه ولا هو ما متفقش ولكن الحاجه اللي مزيانه هو انه هو il ne m'impose rien ou انا je ne lui impose rien في الخدمه تنحاولوا فريمون نلقاو واحد الكومبرومي واحد التوافق التوافق فوالا لوست اللي كنتلاقاو فيه هو الحمد لله والله يكمل عليكم شكرا.